دورك نرحب بكم باسم البندقية العامة وباسم إدارة السجن والمؤسسة لها المنفتحة على شركائها، ومثل هذه القوافل الطبية هي قيمة مضافة للمؤسسة السجنية. هذا النهار عندنا واحد التظاهرة اللي هي تظاهرة ديال القافلة الطبية، كنتوجه بعدا في البداية بالشكر الجزيل للسيد المدير اللي هو ما كيبخلش علينا على جميع النازلات والنزلاء بالمشاركة في جميع التظاهرات، وهو اللي كيدعمنا نفسيا بمساعدة الموظفات. هذه القافلة اللي كتمر اليوم هي ثمرة لهذه المجهودات اللي كيقوم بها السيد المدير، وهذه القافلة فيها واحد مجموعة من الاختصاصات، اختصاصات متعددة، منها طب العيون، منها الضغط الدموي، داء السكري، المفاصل، وكذلك الأمراض ديال الجلد. كنشكر الجميع على هذه المبادرة اللي هي كتيح لنا الفرصة باش نشخصوا الأمراض اللي عندنا، وماشي هي الأولى اللي كيقوم بها اللي كتقوم بها المؤسسة. دكتور أسلم حساني، طبيب ورئيس جمعية أعمال بلا حدود. الجمعية في إطار الأنشطة الاجتماعية والتحسيسية تنظم قافلة طبية متعددة التخصصات بتنسيق مع إدارة السجن المحلي ببرشيد مندوبية الصحة. هذه القافلة الطبية لفائدة النزلاء غادي نستافدوا من الكشف المبكر عن بعض الأمراض، ارتفاع الضغط الدموي، الداء السكري، غادي يكون فحوصات طب عام وطب اختصاص، وغادي يكون توزيع الأدوية، وبالنسبة لطب الأسنان غادي يكون توزيع ديال ليكيد دونتير، تحسيس وتشخيص بعض الأمراض اللي عندها علاقة بطب الفم. في إطار انفتاح المؤسسة السجنية برشيد على محيطها الخارجي، وكذلك في إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون، شهدت المؤسسة تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات طرف جمعية أعمال بلا حدود والمندوبية الإقليمية للصحة وبتنسيق مع المؤسسة السجنية برشيد. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تبني مقاربة مندمجة في تدبير الرعاية الصحية في الوسط السجني، ولتعزيز هذه الرعاية وضمان استمراريتها شرعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية شركائها في تنويع الاستراتيجية الوطنية للصحة في الوسط السجني. دكتور موردي العربي، مندوب وزارة الصحة والعلم حماية الاجتماعية إقليم برشيد. كتحتوي هذه القافلة الطبية فحوصات الطب العام، أمراض اللثة والأسنان، هناك بعض الفحوصات البيولوجية ما يتعلق بمرض السكري، وهناك اختصاصات أخرى متنوعة. كل هذه الحملة هذه في إطار تقريب الخدمات الصحية لنزلاء أجل المحلية ديال برشيد، ومن خلالها كنبغي نوجه الشكر الجزيل للأعضاء ديال جمعية الأعمال بلا حدود من أطباء ومسؤولين على هاد البادرة الطيبة، وكذلك إدارة ديال السجن على رأسها السيد المدير اللي فتح لنا الأبواب وسهل لنا المأمورية. رأيي النفسية أميمة بالعودة، العاملة بالسجن المحلي برشيد. سعيت اليوم باستقبال هذه القافلة الطبية لجمعية أطباء بلا حدود واللي كتشمل جميع السجناء. ما غاديش ننسى الفرصة بأنني نشكر القائمين على هذه المبادرة، وكذلك الإدارة ديالنا اللي كتحمل مسؤولية التنسيق واللي الأبواب ديالها محلولة أمام جميع المبادرات اللي كترقى بطبيعة الحال واللي كتماشى مع الاستراتيجية اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون وإعادة الإدماج دائما في خدمة السجين وفي إعادة إدماجه. زكريا البرجي، مدير مركز الإدارة والتكوين بها الأحمر المغربي برشيد. نشارك اليوم كمكتب إقليمي الأحمر المغربي برشيد في الحملة الطبية التحسيسية المنظمة بالسجن المحلي لبرشيد لفائدة النزلاء والنازلات. هذه المبادرة الإنسانية الحميدة التي يشارك فيها أطقم طبية بالمدينة وخارج المدينة بدعوة من جمعية أطباء بلا حدود، مشكورين على هذه المبادرة. راحة الأجواء لحد الآن مستحسنة، حيث جندنا كمكتب إقليمي جميع المتطوعين من أجل المساعدة والتنظيم هذه الحملة الإنسانية التي سيستفيد منها حوالي 840 سجين وسجينة.